في اطار اليوم هذه الحمله ديالكم هنا بعين حر؟ هذه العمليه كتدخل في اطار دعم عمليه التمدرس خاصه لفائده تلاميذ منطقه عين حروده والشلالات والمحمديه وسيدي موسى المجدوب. هذه العمليه يستفدوا منها 700 تلميذ وتلميذه اضافه الى 200 امراه من العائلات المعوزه. وهذه العمليه نسقناها بتنسيق مع مندوبيه وزاره الصحه بالمحمديه والمركز الصحي بعين حروده وبتعاون مع مؤسسه ايسيلور لدعم النظارات الطبيه وكذلك بتعاون مع جمعيه الاطباء الداخليين بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. وهذا النظارات هي من النوع الممتاز والهدف كذلك هو كنتعاونوا باش يكونوا التلاميذ يكون عندهم واحد التحصيل دراسي جيد في اخر الموسم الدراسي لانه اغلبيه التلاميذ غيستافدوا من ضعاف البصر وما عندهمش امكانيات باش يقتنيوا هذه النظارات الطبيه ويكون عندهم واحد الفحص طبي. وكنتمنى ان شاء الله هذه العمليه اللي هي 900 السنه المقبله عين حروده تستافد والمحمديه تستافد اكثر من 900. وكذلك الهدف كذلك هو احياء هو ادخال الفرحه على محيا هذه العائلات اللي ما عندهم امكانيات لان احنا عندنا في ظروف عيد الاضحى وعندنا دخول مدرسه الكتب المدرسيه كاين المصاريف العبء ديال هذه العائلات كثيره. كنحاول نخفوا عليهم هذه النظارات اللي هي تقريبا 1200 درهم لفائده المستفيد وكنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون فرحان. اذا شنو هو الصدى اللي خلفته هذه العمليه هذه في اوساط الاباء والاطفال؟ الصدى اللي هو الفرحه على محيا هذا المستفيد خاصه الاباء والامهات ديال هذا التلاميذ المستفيد وكذلك الامهات اللي غيستافدوا اللي كيعانيوا من ظروف صحيه خاصه من السكري ومن الكوليسترول وعندهم ضعف في الشبكه ديال النظر. وكنت وهما كل شيء فرحان دابا منطقه عين حروده وجاو عندنا الناس من سيدي موسى بن علي سيدي موسى المجدوب منطقه دوار الشبر الحاحله من المحمديه عندنا الشلالات كلها تيستافدات. وكنتمنى ان شاء الله السنه المقبله تكون عندنا اكثر من 900 مستفيد ومستفيده.